بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا امارات؟ عاملين ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا دايما بخير. ايه يا ام سمر الطبق العجيب ده؟ ايه وصفتنا النهارده؟ هقول لكم على حاجه. النهارده احنا هنعمل حاجه حلوه كده جميله نتسلى بها واحنا قاعدين، جربتها مره واتنين وكانت طعمها تحفه. هتعملي لنا ايه؟ هقول لكم على حاجه. عبد الرحمن فجاه طلب بونبوني، وبصراحه ما فيش محلات قريبه لنا ومكسلين نخرج الجو نار، فاحنا قمنا بقى زي ما انتم شايفين كده جبنا شويه فول وشويه شوكولاته من بتوع العيد وقلنا نعمل له بونبوني. المشكله زي ما انتم شايفين كده هنقشر الفول بتاعنا وهنفتح الشوكولاته بتاعتنا الجميله دي وهنعمل طبق بونبوني جميل لعبد الرحمن، طعمه جميل ومختلف وان شاء الله تجربوها. طبعا كلنا عندنا فول وشوكولاته العيد وبنشتغل. المشكلة عشان خاطر أستاذ عبد الرحمن قمنا عملنا وجربتها مرة وكانت جميلة جدا من يومها، وإحنا قاعدين نقوم نفتح شوية فول ونفتح شوكولاتتين كده حلوين ونعمل طبق جميل ونقعد أنا وأولادي نقزقز بقى، طعمه جميل وإن شاء الله تجربوه وهيعجبكم جدا جدا. يلا نخترع حاجة حلوة لبودي. زي ما انتوا شايفين كده الفول بتاعنا قشرناه والشوكولاتة بتاعتنا فتحناها وهنروح على البوتاجاز. زي ما انتوا شايفين كده بالطاسة بتاعتنا او المقلاية بتاعتنا على النار وهنبتدي نحمص الفول بتاعنا. طبعا الفول بيبقى واخد رطوبة، عايزين نحمصه عشان يبقى مقرمش ويبقى طعمه جميل. طبعا الفول شايفينه بالمعزة يا بنات، الفول اساسي اصلا لو طحنتيه هتلاقيه فيه مادة دهنية، فاحنا على زي ما انتوا شايفين ما بنحطلوش اي مواد دهنيه، شايفين كل ما اتحمرت تلاقيه بيلمع اكتر كانك حاطه زيت او ماده دهنيه. فاحنا هنبتدي نحمره كده زي ما انتوا شايفين على نار هاديه خالص ونبتدي ننزل بالشوكولاته بتاعتنا. اهم حاجه بقى يكون النار بتاعتنا هاديه خالص خالص قبل ما تنزلي بالشوكولاته، لان طبعا الشوكولاته مش هتتحمل، عايزه نار يا دوبك حاجه بسيطه خالص خالص. زي ما انتوا شايفين يا حبايب قلبي حمصت الفول ونزلت بالحبايتين الشوكولاته على الفول وهديت النار خالص وهبتدي بقى ايه اسيح الشوكولاته على الفول بتاعنا. شايفين كده حبايه الفول بتاعتنا اتغلفت بالشوكولاته، بس بصوا بجد يا بنات بامانه طعمها جميل جدا وعجبت اولادي. وزي ما قلت لكم كل شويه ماما قشر لنا فول واعمل لنا، طعمه جميل جدا جدا جدا. ولا نخرج نجيب بونبوني ولا حاجه، عملنا احلى بونبوني لعبد الرحمن وسبته شويه في الثلاجه لما برد خالص ونشف وما شاء الله مقرمش وطعمه خطير خطير. جربوا يا بنات الفيديو ده هيعجبكم باذن الله، حاجه تسلي اولادك وبالذات الاطفال الصغيرين اللي عايزين البونبوني والشوكولاتات والحاجات اللي انتوا عارفينها دي. زي ما انتوا شايفين التسالي الجميله بتاعه الاطفال. انا عن نفسي باكل قبل عبد الرحمن بيبقى طعمها جميل بصراحه. شايفين شكله كده حاجه عسل عسل عسل، جربوها وان شاء الله هتنال اعجابكم. وده كان الفيديو بتاعنا النهارده، يا رب يعجبكم. شايفين شكله يا بنات، اهم حاجه زي ما قلت لكم عشان يبقى طعمها جميل معاك حمص الفول. هتحمصي الفول هيديك طعم جميل زي ما قلت لكم. اهم حاجه كده كده الفول ايوه حامص وبقرمش، بس لازم تحمصيه تحمصه على النار قبل ما يتغلف بالشوكولاته، هيديك طعم احلى واحلى. انا جربت كده وجربت كده، انا حطيته على النار على طول في مره وحطيت عليه الشوكولاته على طول، بس المره بقى اللي حمصت فيها الفول كان طعمه جميل بصراحه وطعمه مختلف. الفول بقرمش والشوكولاته بتقرمش وبقى طعمه جميل. جربوها يا بنات وان شاء الله هتعجبكم لاطفالكم. وصفه صغنونه كده قلت بقى ايه يلا بالمره نصورها النهارده ونوريها لكم عشان حبايب قلبي تحبوا يجربوها. يا رب الفيديو يعجبكم، مع السلامه.